بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، معكم شادي عبدو مع تقرير نهاية الأسبوع المقدم من شركة بوينت تريدر جروب. هنبدأ وكالعادة مع اليورو مقابل الدولار الأمريكي على الفاصل الزمني لأربع ساعات. لو لاحظنا حاليا الزوج بيتداول أسفل مستوى مقاومة قوي ومثل في خط الاتجاه الهابط بالإضافة إلى مستوى 1.1764 المنطقتين دول كده، وبيتجه برضو إلى مستوى دعم قوي اللي هو تقريبا عند 1.17. طيب إيه اللي ممكن نعمله؟ ممكن ننتظر لحين وصول الزوج إلى مستوى المقاومة مرة أخرى، وفي حال ظهور إشارات سلبية ممكن ندخل بيع نستهدف 1.17 مرة تانية، او ننتظر كسره لمستوى 1.17 هبوطا، وبعدها ممكن يستكمل هبوط الى 1.16 باذن الله. طبعا السيناريو بيتغير في حالة كسر مستويات المقاومة صعودا. ننتقل بعد كده للاسترليني على الاربع ساعات. مفيش مكان دلوقتي كويس جدا للدخول، ولكن ممكن ننتظره عند مستويات المقاومة 1.30 ل 1.3030 تقريبا. المستويات دي بتمثل مقاومة قوية ارتد منها الزوج اكثر من مرة سابقا، وممكن يحصل نفس السيناريو مرة اخرى، او ننتظر لحين وصوله الى مستويات الدعم الموضحة في خط الاتجاه الصاعد. المستويات الافقية عند 1.2760 تقريبا، دي برضو ممكن تكون مستويات جيدة جدا للدخول شراء. ننتقل بعد كده الى الاسترليني على اليومي. لو لاحظنا حاليا ان هو بيتداول اعلى دعم قوي 32.70، استمر تداول اعلى هذا المستوى ممكن يدفع الزوج للصعود الى مستويات الاربعة ان شاء الله. اخيرا مع الذهب على الساعة، بيتداول اسفل مستوى مقاومة قوي 1916 الى 1919. استمرار تداول اسفل هذه المستويات ممكن يدفع الزوج للهبوط الى مستويات 1900 و 1880 ان شاء الله تعالى، ولكن هيبقى مشروط باستمرار تداول اسفل 1920. في حالة كسر 1920 هبوطا، ده ممكن يدفع له الصعود الى 1930-1940. للمزيد من التحديثات والمتابعة على قناة تليجرام هنلاقيها في الديسكريبشن أو الوصف الخاص بالفيديو. جمعة مباركة وتمنياتي بالتوفيق للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.